تنضم إلينا مراسلة الغد من أمام قصر فونتينبلو جنوب باريس بلقيس النحاس. إذا بلقيس، الأجواء والاستعدادات لديك للقاء أو استقبال الشيخ محمد بن زايد؟ نعم، يعني كوثر، هذا الاستقبال الذي سيبدأ بوليمة غداء ستكون مقامة داخل هذه القلعة. نحن الآن نقف يعني خلف القلعة فونتينبلو، وهي موجودة في المدينة التي تحمل نفس الاسم فونتينبلو، وهي جزء من إقليم إل دو فرانس، وهي هنا مدينة سياحية وتراثية أيضا نسبة لوجود هذه القلعة التاريخية التي يعود آثارها إلى القرن الثاني عشر. هنالك بعض الأجزاء من القرن الثاني عشر، فيها متحف نابليون، فيها أيضا متحف الإمبراطوري والذي أو المسرح الإمبراطوري والذي سيقوم اليوم ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بزيارته في حوالي الساعة 3:50. إضافة إلى ذلك سيكون حوالي الساعة 1:21 وليمة الغداء. طبعا يعني كوثر، هذه العلاقات المتوطدة يعني بين فرنسا ودولة الإمارات العربية المتحدة هي تاريخية وهي أصيلة منذ القدم، يعني منذ يعني الرئيس الراحل جاك شيراك. طيب كيف تتابع مختلف الأوساط الفرنسية؟ يعني كوثر، هذه العلاقات الثنائية هي علاقات قديمة، وبالتالي اليوم وجود ولي العهد مع إلى جانب الرئيس الفرنسي هو خطوة مهمة لتوطيد هذه العلاقات، خاصة في الجوانب المختلفة الثقافية أيضا السياسية. يعني كوثر، منذ فقط هذه ليست فقط يعني التواصل الوحيد الذي هنالك، كان العديد من الزيارات خلال الفترات أو الأشهر السابقة، على سبيل المثال زيارة وزير الخارجية جون إيف لودريان، أيضا جانب ذلك هنالك وزير الخارجية، إضافة إلى ذلك هنالك طبعا فلورانس بارلي وزيرة الدفاع والقوات المسلحة التي قامت بزيارة إلى أبو ظبي بعدما كان هنالك تيسير من دولة الإمارات العربية المتحدة للرحلات وإجلاء الرعاية من طبعا أفغانستان إلى أبو ظبي عبر الجسر الجوي، ومن ثم من أبو ظبي إلى فرنسا باريس، وبالتالي تم نقل أكثر من 3000 فرنسي وأفغاني موجودون في أفغانستان عن طريق طبعا دولة الإمارات المتحدة. وبالتالي كان هنالك أيضا اتصال مع الرئيس إيمانويل ماكرون وبين أيضا ولي عهد أبو ظبي ولاية أبو ظبي كذلك خلال الفترة الماضية. وبالتالي هذه العلاقات هي ليست علاقات جديدة، هنالك الطرفين يسعيان لبحث الأزمة الآن أو المشاكل والنزاعات الموجودة في الشرق الأوسط، وبالتالي كانت فرنسا يعني والإمارات إلى جانب بعضهما طيلة الفترة السابقة، وهما يدفعان بجهود الاستقرار والأمن والسلام. وسيكون هنالك ملفات مختلفة، ليست فقط جوانب اقتصادية أو جوانب ثقافية، هنالك أيضا جوانب سياسية يعمل عليها الطرفان خلال الفترة القادمة. من أمام قصر فونتينبلو جنوب باريس بلقيس النحاس مراسلة الغد، شكرا جزيلا لك.